الصح في ولادك يا جزائر، واقفين وديما مستعدين بإخلاصهم بوفائهم والتزامهم، على كتافهم رايحين نبنوا الجزائر جديدة. منهم من فداك بالروح وبالدم، وفيهم اللي على علامك ما بين الأمم. الكلمة كلمة رجال، والوعد ما يهدوه جبال. كوندو، عهد جديد. مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج 90 دقيقة كرة. 90 دقيقة كرة في هذا الاستوديو الجديد، في هذه الحلة الجديدة كما وعدناكم الأسبوع الماضي. ها نحن معكم إذن من هذا الاستوديو الذي نتمنى أن ينال إعجابكم، وبتكنولوجيات أكثر إن شاء الله تساعد على العمل وعلى النوعية. في عدد اليوم، العدد الجديد من برنامج 90 دقيقة كرة، نتحدث على محورين. في الجزء الأول نتحدث عن بداية المهام للمكتب الفيدرالي الجديد برئاسة السيد شرف الدين عمارة والورشات التي تنتظره، وفي الجزء الثاني نتحدث عن بطولة الرابطة المحترفة وتتويج فريق وفاق سطيف بلقب مرحلة الذهاب بفارق 6 نقاط في الريادة وانطلاق مرحلة العودة هذا الثلاثاء. إذن للحديث ومناقشة هذين الموضوعين نسعد اليوم باستضافة السيد عبد النور حميسي التقني المدرب. السيد حميسي، رمضان كريم، مرحبا بك. رمضان كريم عيسى، وشكرا على الاستضافة. شكرا على حضورك، وإلى جانبك الوجه المعروف المسير المعروف السيد مراد لحلو، الرئيس السابق لفريق نصر حسين داي. السيد مراد لحلو، مرحبا بك. بارك الله فيكم على الاستضافة، وإن شاء الله تكون بركة كبيرة في الاستوديو الجديد هذا. إن شاء الله، مشكور على حضورك. وككل الأسبوع الثنائي على يميني نزيم بالصول ومعمر جبور، مساء الخير، مرحبا. مساء الخير، مساء الخير. مباشرة نبدأ النقاش بعد الفاصل. إذا مشاهدي الأفاضل، المهام بدأت للمكتب الفيدرالي الجديد برئاسة السيد شرف الدين عمارة، وهذا المكتب أول خرجة رسمية التي كانت لرئيس الاتحادية، خرجة على مستوى رفيع، على مستوى عالي، حضور قرعة كأس العرب للفيفا، وخرجة كانت مثمرة بلقاءات عديدة لرئيس الاتحادية الذي مباشرة بعد عودته من الدوحة في نفس اليوم عند حضور أو عودته كان أول اجتماع للمكتب الفيدرالي وتوزيع المهام. معك أبدأ السيد مراد لحلو، بعد مدة، بعد نقاش، بعد جدل بالنسبة للمكتب الفيدرالي الجديد والرئيس الجديد، التساؤلات التي كانت مطروحة، أول خرجة للرئيس الجديد، كيف، ماذا تقول عنها؟ ماذا بالنسبة للخارجات واللقاءات التي كانت للرئيس الجديد السيد عمار؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأهم في هذا أن الرئيس الجديد كان عنده حظ كبير، لأن مع وصوله كان يعني أول رحلة للقطر، يعني كان غطى كاع الأشياء اللي كانت عند الرئيس القديم، يعني كنا نتكلموا عليها وكنا نقطعوا فيها وكل حاجة. الأخ الرئيس الجديد يعني كان عنده حظ كبير أنه تلاقى بالمسؤولين الكبار في كرة القدم، وبهذا خاصة أنه وشفنا يعني التعليقات على التواصل الاجتماعي، خاصة يعني اللي سيلفي اللي كان دارهم وكل حاجة. أنا ضد الناس اللي تكلمت، نقول دار شيء جميل أنه بلخهم بأن الرئيس الجديد وكان عنده حظ كبير أنه تلاقى بأنفونتينو يعني في الشهر الأول تاعه، وكان مع رئيس يعني حتى الكاف معاه، وكان يعني
يعني كيما نقولوا حنا هو يعني شغل اللي كان الناس اللي كانت طالبوا من الفريق القديم هو كان حصل عليه في موجز يعني صغير جدا، يعني الحق الانفونتينو والحق اللي يعني هن الشعب الجزائري اللي كان يتبع كره القدم وكان يتكلموا على كيفاش ندار يعني الجمعيه العامه الانتخابيه وما داروش تكييف القوانين وكل هذا. هو الاخ عماره يعني كان هناهم لانه تلقى بانفونتينو وكان صرح بانه ماهوش مشكل وفي اقرب وقت يعني قبل نهايه جوان راح يكون يعني التكييف الجديد، وزياده على ذلك كان صرح بانه عد الاشياء اللي كنا احتجينا عليها كامل، يعني الكره يعني كاع الاسره تاع كره القدم كان احتجت على بعض النقاط الموجوده في يعني القوانين اللي كان الرئيس الاسبق، ولكن الرئيس الجديد كان عدلهم وراسلهم، وان شاء الله يعني نقول بالتوفيق للرئيس الجديد لانه نظرا كما يقولوا كان عنده يعني حظ كبير، ونظن ان شاء الله ربي يكون معاه باش يكمل يعني المسيره ديالو بهذه الطريقه. في هذه وكان محظوظ السيد شرف الدين عماره بهذه الخرجه التي ساعدته كثيرا واستغلها هو كذلك. اذا قبل ان نواصل اذا بالتحليل مع معك السيد حميسي ومع نازم بسول ومع عمر جبور، لا باس ان نتابع الرئيس السيد شرف الدين عماره وتقييمه لهذه المهمه. هذا الزيارة لقطر كانت في الأصل لحضور قرعة كأس العرب الفيفا 2021. هي في الحقيقة في الأول الجزائر ما كانتش راح تحضر، يعني ما كناش راح نحضروا، لكن كما قلت أنا ما نحبش أنا هذه سياسة الكراسي الشاغرة والكرسي الشاغر، ففضلنا أنه نشارك تكون فرصة لنا باش نتلاقى بأكثر عدد من فاعلي كرة القدم في القارة وفي العالم العربي. وبالفعل كانت زيارة جد مثمرة بالنسبة للجانب هذا، لأنه تلقينا بمسؤولي الكرة الإفريقية سيد موتسيبي رئيس الكاف وسيد انفانتينو رئيس الفيفا وكثير من رؤساء الاتحادات، وتحدثنا فيما يهم الكرة الجزائرية وخاصة والكرة الإفريقية وما هو الدور الذي تلعبه الجزائر والذي يجب أن تلعبه الجزائر في هذه في الهيئات وفي الهيئات المنبثقة عنها كذلك اللي هي الكوميسيون هذا اللجان التقنية وإلى آخره. ونظرت الفيفا للجزائر وقدرت نشوف أنه قدرت نلتمس أنه الجزائر لها مكانة ولها دور خاص، خاصة كدولة إفريقية مهمة وكفريق إفريقي فائز بكأس إفريقيا وكأمة كرة قدم دورها كبير فعل، يعني نقدر نقارنها بدول أخرى، لكن الجزائر تبقى دولة كرة قدم كبيرة. بالنظر لما تابعناه وما قلناه لهذا قلت الرئيس الجديد محظوظ عبد النور حميسي بهذا البرنامج المكثف وأزال اللبس على عديد النقاط اللي كانت بخصوصها تساؤلات. بالضبط، أنا ما نسميش مصطلح محظوظ، بنظن باللي سيتين اوبورتونيتي بالنسبة ليه كمانجر كمسير، نظن باللي كانت فرصة كما تكلم وتفضل قال فرصة لينا باش نحو اللبس ونحو الضبابية اللي كانت في العلاقات اللي كانت خاصة خارجيين. هذه النقطة تاع العلاقات الخارجية أنا تؤكد عليها في العرض اللي قدموه قبل الانتخابات. كان عمل عرض نقول لك بمستوى راقي وين قدم عرضه للأعضاء الحضور حتى للإعلام الرياضي. لو احنا خممنا مليح وشفنا ما هي المهامات تاع رئيس الاتحاد، أن المهام الأول جاء في 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 الفرصه الاولى وهي نحو الضبابيه واللبس اللي كانت الفيفا ان راح تعاقبنا، ان العلاقات تاعنا غير جيده وامور مثل هذه. لهذا نظن هذه الفرصه استغلها استغلال جيد ومكن من جس النبض عند انفونتينو ورئيس الاتحاد القطري والاخوه الناشطين في كره القدم خاصه القاريه. وكذلك قال باللي ما كناش راح نشاركوا، لهذا نظن ما كناش راح نشاركوا كممثلين وليس كمنافسين، لان المنتخب الجزائري كان راح يشارك 100%، لكن
في هذيك الفترة عند ذهاب رئيس وفي لاباساسيون دو كونسين يعني الحمد لله حضور عملية القرعة يعني. الحمد لله انه لاباساسيون دو كونسين ندات في تسليم المهام بسرعة وتمكن رئيس الاتحاد الحالي باش يستغل هذه الفرصة وهذه الفرصة تسمح له باش يدير البرومي تشيك اب تاعو الداخلي معناتها لو بيلون تاعو الدياغنوستيك تاعو الداخلي وكذلك الخارجي اللي يسمح له اللي كذلك باش يتقدم للامام وهذه فرصه ان شاء الله حتى الان نكونوا عندنا كما يقول لك دي زيليمون عناصر جيده باش نبنيو للمستقبل القريب. نعم ان شاء الله. معمر زبور كنا قبل هذه المهمة والخرجة الأولى لرئيس الاتحادية في عديد الأعداد بالنسبة لهذا البرنامج طرحنا تساؤلات، تحدثنا على رسالة الفيفا، تحدثنا كذلك وما أثير من جدل بخصوص المدرب جمال بالماضي. الرئيس إذن هذه الخرجة الأولى وضحت كثير من الأمور. باش نوليو الاولى نهضروا على فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول لي ريلاسيون انتر فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول اي لالجيري لي ريلاسيون ايتي تري موفيز رابلون كي اون فيزيت كي ايتي بروغرامي دانفانتينو الجي ايل ايتي انولي على دوموند دو لالجيري حاجه الاولى ثانيا ماشي هضرنا قرينا لا ليتر انفويي بار لا فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول ايل ايتي تري كلير لا ليتر ايل فالي لازم تروح للجمعيه عامة استثنائية فوالا اي ومن بعد تجوز الجمعية العامة تاع الانتخابات. بون لالجيري لوكازيون هذه تاع لا كوب اراب لو تيراج او سور سيتي اون اوكازيون دافوار ان ديسكور ديريكت افيك انفانتينو سا سي بروميي بوان وعلاه بور اكسبليكي لا بون فوا دو لا ديمارش الجيريان ان ديزون حنا مش ضد لاموندمون دي ستاتو تعديلات تاع لي ستاتو ولا التكييف مي سي تو سامبلومون انون على جي الكتيف اي اون لو فرا. Donc, la démarche a été expliquée. La Fédération internationale de football a écouté. C'était une occasion également pour le président de la Fédération d'aller rencontrer ses collègues africains et arabes et de discuter, de rencontrer le président de la Confédération, d'expliquer également sa démarche. Donc, déjà, c'est un premier point de gagner l'histoire de la Fédération internationale de football. Parce que, Kain, bah, moi, j'ai vu quelques commentaires et je le dis, s'il y a des gens qui ne comprennent pas la RALEP, on ne peut rien faire contre l'incompréhension. Je ne peux rien faire. La lettre, elle était là, elle était claire. Après, bien évidemment, et la menace, elle était claire et elle pesait sur l'Algérie. Mm-hmm. Je ne vais pas rentrer dans la tête des gens et leur faire rentrer ça. Il y avait une lettre. Mais bien sûr. La Fédération internationale. Bon, maintenant, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Il y a une, on a expliqué, la FIFA a écouté. Elle a accepté également, et l'Algérie a montré sa bonne foi. C'est ça, la chose la première. Par contre, la chose la deuxième, c'est Jamel Belmadi. Jamel Belmadi, moi, je n'ai jamais, beaucoup galé qu'il a démissionné. Moi, je n'ai jamais vu sa démission. Ça, c'est un problème. Jamel Belmadi, il y a eu un coup de sang. Un coup de sang, mais il ne faut pas se mentir. Il y a des informations qui n'auraient jamais dû sortir. Elles se sont retrouvées sur la place publique. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le coup de sang de Jamel Belmadi. Tout est rentré dans l'ordre, eh bien tout est bien, qui finit bien, c'est déjà une première étape de passé avec réussite. Mais pour moi, c'est rien du tout, parce que le plus dur arrive. C'est à faire. Ça, ça, c'est... Mais c'est bien, c'est une bonne entame, ça donne, ça met, ça règle certains problèmes, notamment le problème Belmadi et FIFA. C'était deux gros problèmes qu'il fallait régler. Il fallait qu'il y ait une discussion directe. Voilà. نعم. لا بأس أن قبل أن نصل إليك نعم نزيم بالصول نتابع رئيس الاتحادية مادام أثرنا هذه النقطة لقاءه مع إنفانتينو وكذلك بالماضي نستمع بداية لما قالوا بعد عودته بالمطار عن لقاءه مع إنفانتينو وهنا الحديث عن قضية تكييف وتعديل القوانين. احنا تكلمنا على تكييف القوانين وعطينا التزام في الجمعية العامة مرتين ان في الجمعية العامة الانتخابية وبعد الانتخاب عطينا التزام انه قبل شهر جوان ان شاء الله يعني المفروض انه نكون كملنا تكييف القوانين. الفيفا قلتها ونعاودها، الفيفا مهمتها الأولى مش أن تعاقب، لا تعاقب. الفيفا ترافق الاتحادات أو الجمعيات ترافق. أما إذا كان هناك اتحاد لي خرج طريق في الحالة هذه الفيفا من دورها أنها تتدخل لوضع حد لذلك. احنا في الجزائر عمرها ما الجزائر وقفت في وجه الفيفا، هذه خاطئة.
اولا. ثانيا انه احنا كنا في مرحله تشاور حتى مع الفيفا، يعني حتى وكان هناك رتار، يعني كان هناك تاخير، لكن العمل كان ماشي، الورشه كانت قائمه والورشه كانت تمشي، وبالتالي الفيفا تعلم انه هناك نيه لاصلاح القانون الاساسي ولا لاموندمون دي لتعديل تكييف القانون الاساسي. وقام رتار، سو لي با بور ان رتار كون فايت سانكسيوني. جو نو بونس با كو لا فيفا يعني تخمم بالطريقه هذه. نعرف كونترير، احنا اللي نعرفوها الفيفا انها توجور اكومباني لي اسوسياسيون، الا ايدي لي اسوسياسيون، وبالتالي احنا اليوم في هذا الوضع. درنا المسوده بعثناها للفيفا، نحن ننتظر رد الفيفا، ولانه كاين اجال فقط يجب احترامها، ونظن احنا راح نكونوا في الاجال. وسي نازلين بسول، الرجل تمكن من اقناع المسؤول الاول انفونتينو بلقاء اولي، وتحدث عن تكييف القوانين، وهناك بعض النقاط هو قال في التسجيل بانه كانت متابعه، يعني العمل كان مستمر، وهناك بعض النقاط اللي تم حذفها اللي اثارت جدل بالنسبه لتحديد السن بالنسبه لقضيه 3 سنوات. شوف انا نظن انه يعني باش واش قال بك الشيخ قبيله، العلاقات مع الفيفا ما كانتش متوتره، كانت متوترة مع الاتحاد الإفريقي تحت أحمد أحمد، يعني الجزائر كانت مشطوب عليها كما يقول لك كروا. ومن بعد يا يو لا فيزيت دانفانتينو كي تانيولات، يا يو ان ماليز، مي سينون دون لونسومبل الموندا اللي فات الجزائر كان عندها علاقات جيدة وطيبة مع الفيفا وماشي مع الكاف. اليوم قال كلمة يعني مهمة للرئيس، هو أنه احنا في انتظار مراسلة الفيفا. الفيفا تتحدث مع رئيس، انا تحدث مع اعضاء تاع الفيفا، قال لك تكييف القوانين ما راهوش من المهام تاع رئيس الاتحاد الدولي، قال لك يا يعني ديريكسيون، الديريكسيون تخدم خدمتها ومن بعد دير رابور. لذلك انا نقول لك باللي كيما بعثوا لك رساله والمفروض يبعثوا لك رساله، قالها لك انا ما نتفاهمش معك في غرفه تاع فندق، قال انا اليوم نعطي لك الضوء الاخضر باش دير تكييف القوانين حتى ولا كانت مر. هذه الاولى. ثانية كان فيه ضجة على الرسالة تاع يقول لك باش فيليسيتاسيون اي تو. معلومة أخرى، الفيفا يقول لك حنا عندنا 21 يوم بعد الانتخاب تاع لابيريود نتسناو، لما يكونش فيه يعني طعن حنا تما انفاليد لاسمبل جينيرال. هذو هما الأمور اللي ربما حبيت نوضحهم. أما الشيء الآخر سي كلير، دوك والله نسيت يعني السؤال تاعك واش طرحت لي بالنسبه لبعض المواد والنقاط اللي تم حذفها، يعني المواد هذه يعني ابدت استعداد الاتحاديه الجزائري. شوف انا ما كانش عندي مشكل مع هذا يعني المواد اللي حذفت، ربما القانون الجزائري ما فيهش ليميتاسيون داج، مي انا كشاب جزائري ماذا بيا يكون فيه ليميتاسيون داج وليميتاسيون دو موندات، لانه كما كنا نتحدوا مقبله كاين كوارث تصرى بناس اللي يقعدوا 30 سنه في المنصب. وي بس سا ديسكوت. وي سا ديسكوت، مي انا نقول لك مثلا انا عندي فوالا انا شخصيا نقول لك، لكن هذه اللي اثارت الجدل. المثل الامريكي فاهم، ادمنستراسيون يقول لك دو موندا يخرجوا 3000 موظف من البيت الابيض ويدخلوا 3000 واحد اخرين. تخي بيان. هذه كما يقول لك رايي الشخصي. سا ديسكوت. وانا موافق معك. نو مي انا جو تو دير مو جو سوي دو سو كي ديز الجمعيه الهامه العامه هي اللي تقرر. جو سوي دي سو نوعد ال ديسيد. جو سوي بريزيدون دو فيديراسيون. سي جي بيان ترافايي لا ديموكراسي سي سا لا فيديراسيون، لي مومبر دو لا فيديراسيون راحين اي فون فوتي بور موا سي سوليسيت ان نوفو ماندا. سي جي مال ترافايي لاسامبلي جينيرال اي بيان ا كار روجيتي مون ماندا اي مو دير دو رونتري ا لا ميزون. سا سي جو دو لا ديموكراسي. اي ريست دي جو ان الجيري سي با ديموكراتيك باسكو افون les gens commencent leur campagne, ceux qui sont en place, parfois, comme cette année, il y a des gens qui ont eu la chance d'être, c'est-à-dire, membres de l'Assemblée et en contact permanent avec les membres de l'Assemblée générale. Cela veut dire que quand on arrive à des élections... Je pense que vous êtes en train de parler de M. Behlou. Il est à mon âge. J'ai très bien compris. Il est à mon âge. Non. Mais moi, je voulais juste... Je l'ai dit ici, quand on était dans l'émission, j'avais dit à M. Behlou, c'est vous qui avez les clés de l'élection. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec direct les avec les ligues. Quand vous avez les ligues, vous passez.
Et voilà. parce que dans la composante de cette assemblée générale, elle n'est pas équilibrée. Toutes les assemblées. Elle n'est pas équilibrée. التعديلات اللي دارهم في القوانين هادو اللي راسل بهم الفيفا كان احتجاج من طرف اعضاء الجمعيه العامه، يعني قضيه ثلاث سنوات وقضيه السن وكذا، كان احتجاج من الناس اللي كانت حابه راح ترشح. وحنا لما كنا مع الجماعه هذه كنا عارفين بلي هادو هما النقاط اللي لابد يغيرها باش يكون سؤال. القوانين كانت تسمح للناس باش تترشح، علاه واحد ما ترشح؟ انت كنت في قائمه اللي في الاخير جبد روحه. ايه ما جبتش يعني روحه في الاخر. ايه نو درتوا حمله، درنا حمله وكل حاجه وكنا سعينا في كل حاجه. وعلاش ما تقدمتوش؟ ومن بعد في اخر المطاف احنا كنا ننتظر ان نشارك مع الجامعه، يعني مع الجامعه بهلول وجامعه بن حمزه، وفي اخر المطاف صرا اللي حدث. ومن بعد احنا اخطانا في المسار ديالنا، احنا ما نحصلوا في حتى واحد، لان احنا اونوريدو في هذاك الوقت بالذات نكلوتيريو القائمة ديالنا، لأن القائمة كانت عندنا بزاف ناس كانوا عندنا وعند ناس واحد أخرين. ولما لحقنا ليشيونس ما قدرتوش ديروا قائمة، ماشي ما نجمناش، غلبنا الوقت ودانا الطمع. وانت تعرف أحسن مني، الطمع يخسر الطبع. واش الطمع اللي كان احنا طمعنا أننا نشارك في مع الرئيس في الجماعة هذه، وفي هذا هو الشيء اللي خلانا يتهرب من يدنا. هذا هو الخطا اللي ارتكبناه باش هربت من ده. سي الحلو il est normal parce que les gens n'arrivent pas à comprendre, beaucoup parlent en disant c'est pas démocratique. Il est normal et il arrive dans une assemblée générale que des candidats potentiels à la présidence négocient qu'il y ait des alliances, et s'il y a un consensus on peut aller avec une seule personne. Oui, bien sûr. Non, je vous pose la question parce que j'ai l'impression des fois d'entendre un discours qui est surréaliste. Désigné, parce que ça, Amara n'est pas désigné, il est élu. Mais ça, on n'a pas dit ça. Pas vous, je dis. Vous qui avez l'habitude, qui êtes dans les AG depuis bien longtemps, oui. C'est une personne élue suite à des alliances dans l'Assemblée générale. J'ai pas, moi, je répondais à sa question. Non, mais c'est moi qui vous pose la question, j'ai compris. Non, c'est un élu. Après il y a un consensus là. Un consensus. هو قال لي وعلاش نتوما. لا ça j'ai compris. هو الاستاذ لماذا قال لماذا انت كان عندك مع الاخ المورو كنت عندكم قائمه، وانا نحكي لك ما هو يعني نعطيك السبب الرئيسي تاع كيفاش حنا القائمه هي تفرقت. مبدئيا كان الاخ قرباج اللي هو مرض في الدقيقه الاخيره وسافر، وزيادة على ذلك كنا احنا معتمدين على قرباج في القائمة هذه، كنا معتمدين على رأس القائمة هو قرباج. ولما قرباج يعني نذكره هو كان يوم 6 وقيلة سافر، يعني نجم نقول لك هو أعلن على السفرية دياله يوم 5 ولا 6، يعني يظهر لي شغل شوية قريب. ماشي اخلاط يعني على سيتي امبوسيبل ابخي سي امبوسيبل. انت خدمت يعني مده 30 يوم على اساس قرباج هو الرئيس، وكان عندنا اتصالات مع ناس كامل، ومن بعد كنا قادرين رغم لو كان قرباج قعد وكانت لاليونس اونوري بي بارتيسيبي، يعني حتى ولو كنا مادام في كونفيدونس سيغ جو بروفيتيس مادام بيسك راهو فريمون في حلنا قلبه. لا حتى كيفاش جاوبتك كيفاش باسكو انت شغل ذكرتني حاجه اللي كنت انا ناسيها، حاب ننساها اصلا. ماشي ناسيها، شغل انا حاب ننساها. شغل عندك مثل باسي شغل تعفست لي. احنا نكونوا صراحه مع نفوسنا، انا نعترف باللي تعفست لي بطريقه ساذجه. تقول الانسان خرج من ابتدائي كيفاش انت؟ احنا ما كلوتيريناش القائمه، من بعد احنا قعدنا تيلمون سيتي فاك امنا كيما انا بكري نقول واحد الكلمه بالغوله، كنت نامل بالغول ماشي بالغوله. عيسى برك انا حبيت برك على هذه اللي نازم تاع لا ليميتاسيون دو موندا، ومعمر قال له سي بلون ديموكراتيك. انا نقول احنا الان 70% تاع الجزائر سي شباب اطارات خريجي جامعات، ولا ما نحضروهمش. الان رئيس اتحاد جديد اوكي بالك يدير موندا، قال لك ولا كان موندا تاعو ريوسي وافيكاس وناجح تزكيه الجمعيه العامه، ما كاش اشكال. لكن في لا باز ما راهش يعطى الفرصه، ماهوش يعطوا المشعل. انا يعني نقول لك في لا باز
للشبيبه، ما نتكلموش على الهرم، ما نعرفوش نحوسش على لاتيت. اوكي لاتيت لي زيني تاعنا عندهم ليكسبيريونس، عندهم لو سافوار فير، اون لي ريسبكت، هما كيما يقول لك لا لوكوموتيف، يا با سوسي، ما كاش اشكال، ما عندنا حتى اشكال الشبيبه الجزائر. لكن في بعض المناصب الحساسه اللي لازم لها ديناميزم، لازم لك نشاط، لازم لك افكار، لازم لك انوفاسيون ابداع. مثلا يعني المناصب لي سيكتور بيرمانونت في الاتحاديه، هادو لي سيكتور بيرمانونت هادو اللي دائمين اللي يكونوا، لازم يكونوا شبان اللي عندهم كفاءه ويقدروا يقدموا ويجيبوا افكار جديده، لان ربما في المكتب في دار كونت اون بار كوم سا سي ان ديسكور كي مو دو دير vous entend c'est très large c'est le téléspectateur le mouchad li rayt ba fina il dit de quoi il me parle atteint une structure permanente par exemple maintenant les في الاربيتراج اوكي وهذا دي تي ان لا دي تي ان اوكي il est jeune Amer Shafiqi jeune non je parle de je parle non dans restons dans le football Amer Shafiqi jeune oui ou non il est jeune oui voilà donc il était là même Bichari le nouveau DTN لازمنا direction technique nationale d'arbitrage ماشي لازمنا commission fédérale d'arbitrage لازمنا DTN c'est pas ce qui va être fait على ذكر عامر شفيق واضح من خلال تصريح السيد عامر شفيق السيد عمار السرافي انه راح يجدد فيه الثقه يعني حسب تصريحه يعني communication la communication celui qui était avant Mohamed Saad qui était la communication ou Salah Bayaboud qui était c'est des jeunes aussi quand je dis je suis désolé, c'est des personnes qui ont une compétence avérée, qui ont travaillé. Moi, je ne dis pas ça. Il faut préparer la relève. Il faut préparer la relève. Il faut préparer la relève. Je pense même dans l'Islam Riyadi que vos assistants كنت تحضروهم باش غدوة تخرج على روتيرات كي تخرج على روتيرات وما يجي واحد وما عندك فضل عليه فضل من عند الله ومن عليك علمتو أعطيتو لي زابيسي حنا الآن نشوفو باللي باش تدخل تقتحم هذا الميدان لازم لك البيستون لازم لك المعرفه لازم له لازم هذا الامور لازم سا رونتر با في لا جينيس سا سي اوتر دونك لا لا ما غاديش هذا الامور هذا الامور سا فو دير معناتها ميم ما لا جو لو روجوان سي Il faut donner la chance aux autres. Président de l'Ikt, Manin, il apporte rien. 30 ans, même le foot, le gazon, pourquoi tu veux, dès le départ, tu l'as condamné, je l'ai dit, non, 80 ans, mais il fait me faire. Mais je vais peut-être qu'il a évolué physiquement. Il a 79 ans, il avait un cancer. Et il est président d'une équipe championne du monde. D'accord. Staff تاعو عنده 40 عبد لعبهم 35 و 25 كيسكي مونبيش موا دافوار 80 سنه اي دافوار ان سوبر ستاف ما كانش انا ما نشوفها بعض ما سيسكي انا سكو جو بونس اوجوردي لا بصح علاش تروحوا بعيد لو كان بون حنا دوك يفو كيما يقول لك حنا باش نكونوا صراحه الاخ رئيس الجديد دير لي جان يعني بغض النظر على لو كان نعاودوا نرجعوا للفيدرالات القديمه ما راهمش في 30 يوم الاولى ديالهم في البرومي فيدرال بيرو فيدرال ديالهم داروا تقسيم المهام وداروا فيهم لجان اللي داروا رؤساء اللجان وهاد اللجان احنا سمعنا من كلامه وما انه راح يكونوا في اللجان هادو ماشي يكونوا الشباب راح يكون تما لان لما نتكلموا على تشبيب اشياء لازم ما ننساوش حاجه واحده اخرى التجربه الى نحيت التجربه شوف لا لا عندي رايه عندي رايه التجربه شوف المشكل شيخ التجربه شيخ نكون صريح مع صريح مع راهي موجوده خصها تشبيب هو المشكل شوف انا خصها تشبيب استسمحوا كاسر باش نطوروا كره القدم نحن سنواصل الحديث لان هناك فاصل بعد نعود لمواصله وصله النقاش الساخن هذا votre envol. التجربة كانت قاسية. والإصابة ما كانت سهلة.
بالصبر والإرادة وليت الثقة في النفس وليت ثقة كل الناس كي البارح كي اليوم كي غدوة راني واجد من أجل بلادي من أجل الجزائر. الجزء الثاني ونواصل مع الاتحادية والمكتب الفيدرالي والمهام وصغار وكبار السن. كنا توقفنا معك عبد النور حميسي حتى تختم وتكمل هذه النقطة. أنا فرحان بوجود عنصرين في المكتب الفيدرالي، عنصر رئيس رابطة إليزي سيد منصوري شاب ورابطة الجزائر وأعطى مد كفاءته في منطقة نائية وين قدر يطور كرة القدم في منطقة وين ربما يصعب شخص آخر يقوم بهذاك العمل. الثاني رئيس رابطة ولاية الجزائر وكالي اللي عطاو له لجنة فينوس. أنا كي نشوف عنصرين في المكتب الفيدرالي شابين مثل هادو إن شاء الله نتمنى لهم النجاح، لكن بمرافقة لي اكثر تجربه باعضاء المكتب الفيدرالي اللي عندهم تجربه سابقه يقدروا يعاونوا هذا لا يعني اننا كنطلبوا بالتشبيب معناتها راح نقصيو، بالعكس لكن لازم حنا رانا نتقدموا في السن، لازم لان لازم نتعلموا تكون عندنا ثقافه نداولوا التداول، ثقافة مد المشعل، ثقافة التحضير. هذا الأمر أنا اللي طلبته أنا ما نشوف لك نقصي. نزيد نضيف بأن رئيس ولاية شلف ثاني شاب. شاب يعني ماشي غير زوج يعني. طويل. طويل ودخل أول مرة في. وكان رئيس ولاية شلف يعني. فقط السيد أنت السيد مرد الحلو تحدثت قلت تكلخنا يعني أنا والرئيس استغل الورقة اللي كنت تحدثت عليها ورقة السيد عمار بهلول. شوف احنا قلت لك كلخت لنا ولا يعني صدير انا في طبيعتي نقول الانسان يعترف لما يخطا باش اللي يجي موراك، هذا هو اللي تقولوا تحضير الشباب اللي يجي موراك باش تقول جاي شباب يعني ما تكلش بزاف على امور، لازم تربط حوالك وما تقعدش صدير تاكل على حاجه توجور كاين كيما نقولوا احنا بالفرنسيه ان بلون بي اللي يخرج اي وقت. احنا كان سالني وجاوبته بكل صراحه ويعني وضحت له برؤيه بان الذهاب تاع يعني حتى الاخ قرباج ما كانش يتضر ان الصحه تعود يظهر فيها المرض هذاك في الدقيقه الاخيره. حتى احنا كان عندنا سيد قرباج نحييه بالمناسبه على كل حتى نمشي شويه في الوقت من المواضيع والجوانب او النقطه كذلك التي اثارت جدل واراد البعض ان يستغلها استغلال ليس في صالح ربما للاتحاديه والتوجه الجديد هي ورقه جمال بلماضي. جمال بلماضي الذي التقى به رئيس الاتحاديه الدوحة. نستمع للرئيس عمار شرف الدين. في الحقيقة هو اللقاء لقاء الرئيس الاتحاد بمدرب الوطني ومدرب الفريق الأول هو في الحقيقة أمر عادي جدا. كثر الكلام وكثر الحديث وكثرة التأويلات والحقيقة أنه على المستوى الرسمي ما كان حتى شيء. لا الاتحاد الجزائري لكرة القدم دار شيء رسمي بالنسبة لها ما يقال، لا المدرب الوطني قال شيء، معناها كانت هذا كله كلام في على الهامش. كنا في تحت إجراءات حجر صحي صارمة جدا وإحنا في بلاد الناس مضيفين الناس ما نقدرش احنا نكسر هذه الرتمة. كنا في ما يسمى القوقعة الصحية اللي يدخل ما يقدرش يخرج واللي يخرج ما يرجعش، وبالتالي في أول فرصة كانت لنا أنه نلتقي التقينا وتكلمنا مطولا ثانيا على ما يهم الكرة الجزائرية، ما يهم الفريق الأول، ما يهم مشاركتنا في كأس العرب، ما يهم كل ما يهم ظروف تحضير الفريق الوطني، ما يهم ظروف عمل الفريق الوطني والناخب الوطني وكل الستاف تاعه.
أمور واضحة جدا بالنسبة لنا بالنسبة للاتحاد الجزائري لكرة القدم بالنسبة للمدرب الوطني كذلك، ونظن أنها هذه كما قلت أنت على الأقل تحد من الشائعات، ولعل إن شاء الله نمشوا لافاز دابخي، وأن المرحلة اللي بعد هي مرحلة نحتاج فيها هدوء، نحتاج فيها سكينة، لأنه الفريق الوطني محتاج هذا السكينة ومحتاج هذا الهدوء. معمر جبور، انت عندك تريد تحدث على النقطه هذه، مدرب جمال بن ماضي ربما البعض الذي اراد ان يستغل البيان اللي كان عمله المدرب جمال بن ماضي، وهنا اراد ان يستغل البعض وبدا الحديث جمال بن ماضي راح يستقيل، راح يغادر المنتخب الوطني. في نهايه المطاف الرئيس قال لك ما في حتى شيء، مشكل عادي، المدرب راح يعني الامور كانت واضحه جدا. Premièrement, les Arfou Jamal Belmadi, Jamal Belmadi est quelqu'un, il ne délègue personne pour parler à sa place. Il a la tête sur les épaules. Quand il veut parler, il parle. Quand il a envie de faire passer un message, il le passe. On a vu plusieurs personnes venir parler, dire « Moudarrib hay washkain washkain ». Il y a eu un communiqué. Oui, il y a eu un communiqué. Le communiqué, il faut toujours resituer dans le temps. Il a gagné de l'Ukraine, après le mouqabala qui a gagné de Botswana, Jamal Belmadi était souriant, il est venu, il a dit oui, il y a quelques difficultés lors de ce stage, mais rien de grave, on a gagné. C'était dû au confinement, rappelez-vous, après les joueurs Béchidjé, il y avait eu des problèmes. Mais après, tout s'est réglé. Le communiqué est arrivé bien après. Avec le communiqué, il répond à quoi? Il ne répond pas au match contre le Botswana ou ce qui s'était passé au dernier stage. Puisqu'il était souriant, il avait répondu à la conférence de presse, Zedmem Louakt. Non, il répond à une situation donnée sur des informations qu'on a retrouvées sur la place publique, notamment, qui auraient dû être confidentielles. Et à partir de là, il a eu un coup de sang. Voilà. Le coup de sang, ça s'est traduit par le communiqué. Pour le reste, l'Itkelm à la place de Belmadi, ce n'est pas Belmadi. Belmadi, depuis que je le connais, il n'a jamais délégué quelqu'un pour parler à sa place. Ça, jamais, je n'ai jamais vu déléguer quelqu'un. Deuxièmement, l'entraîneur, la rencontre, elle est tout à fait normale. Président de fédération qui arrive, Belmadi, il y a un confinement. Donc, discussion sur ce qui va être, ce qu'il doit faire. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a une situation donnée, elle a été gérée. بوان على ليه كانوا بعض الناس يحبوا يغتنموا الفرصه هذه فقط لان شغل عندك الناس اللي يحبوا يزيدوا لان هذا المدرب اولا فريق وطني تاع بلاده، ثانيا حظى بفرصه ثمينه رئيس الجمهوريه يعني كثر كبر به يعني اول يعني شغل شبه حادثه كبيره، وما نظنش واحد اللي دار خدمه كامله تاع 24 مقابله بدون انهزام راح يمدها للعباد اللي كانوا في لي ريزو سوسيو يخلطوا، يعني اصلا كانوا يخلطوا لان هاد العباد لما ما يكونوش هما ما يحبوش تكون ما يكونش لهنا، هذا هو المشكل اللي كان قايل. شوف الحلول النوم دو بيرسون qui m'ont appelé, hein, je parle de cadres hein, supérieurs, hein, qui m'ont appelé pour me dire, c'est vrai ou c'est pas vrai? J'avais beau leur dire c'est pas vrai, mais il y avait toujours cette inquiétude. Parce que ce qu'a fait Jamal Belmadi, et je ne suis pas l'avocat de Belmadi, je dis, c'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu depuis l'indépendance. Ça, c'est mon point de vue. Non, c'est le point de vue de tout le monde en Algérie. Okay. Il a su tirer le meilleur de son groupe avec humilité, avec modestie, et que par le travail. C'est des valeurs qu'on a perdues dans la société algérienne. L'humilité, la modestie, le travail. Eh bien lui, il est reçu par le président de la République, c'est une juste récompense, et c'est la première fois, de 1962, qu'un président de la République eh bien, accueille... Ça prête à interrogation. Pourquoi ? Parce que... أنا أقول لك المعلومة أنا خرجتها يا أخي. وقلت ديمي بارتيري أبخي بوتسوانا. يا في أن بروبليم. Oui, et s'il n'y avait pas de problème, Belmadi, jamais il aurait été convoqué. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème? Eh, non. Le truc, tu as oui, quand nous avons eu Isha'a pour déstabiliser, ce n'était pas déstabilisé. Mais le même, dites-le, j'assume, je l'ai mis au conditionnel parce que. كان فيه كلام. نعم شو هو المشكل يعني؟ الرجل المدرب كان واضح انه كان متخوف على مستقبل المنتخب الوطني. مستقبل الفريق الوطني ما دخلوا لا في فلان لا في اكس لا اكس. المشكل مش المنتخب دون الكومينيكي، مي المشكل سيتي سو كي ايتي سورتي دون ديسكسيون كونفيدونسيال. نوتامون لو بروبليم عن طريق. واضح. نجيب بالصول. من الأمور كذلك الإيجابية بالنسبة للرئيس وحتى لا ننساها كذلك بالنسبة للمستقبل أنه وجه الدعوة لإنفونتينو كي يأتي الجزائر، وأيضا بالنسبة لموتسيبي رئيس الكاف. أمور يعني عادية سي طون ميو باسكو سا ريبار كيك شوز كي بالك تكسرت شوية.
احمد احمد سيتي اور دو كيسيون ديال الجزائر من 2017 ملي طلعوا هما يعرضوا فيه واروح وهذه وهذه دايرناش في الكرواروج. انفانتينو من القاهره قبل القاهره ديجا يا يو دي زانفيتاسيون وفي لا فينال تاع كي ربحنا كاس افريقيا قال لهم نجي لكن صح الاداره الاداره كره القدم هي اللي غلطت في هذا الموضوع. علاش؟ لان ما تنجمش تعرض شخصيه دوليه مثل انفونتينو بلا ما يكون كاع الامور جاهزه. لا لا, لا 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 كاين الظرف ديرها في مكانها. ننصحوا بك الحق نقولوها المعلومه نقولوها ما قالوش ارواح هو كان متنقل البلد مجاور وقال حاب يدير اسكان في الجزائر. يقول لك ايزون انفورمي سو كي ديفي اتر انفورمي وكان فيه ان فيفير اون بعد يافي ليستوار تاع الرومانيمون يندار بالخميس واي سي بريفي جي بالاثنين اي تو وكلنا نعلم انه كي يجي رئيس الفيفا عنده بروتوكول خاص مثل كان عندنا العيد تاع الحراك تاع 22 وهو كان يجي يوم 23 وكذا هذا كان النقاط يتناقشوا عليها بالماضي برك حبيت نعود نقطه على بالماضي جمال بالماضي الاول الناس اللي تابع لي كونفرنس دو براس تاعو دائما يقول لكم اللي عنده اس 12 اللي يكون في الفريق الوطني يقول لهم انا عندي عقد مع الشعب الجزائري انا احب نروح للمونديال اعطاه هدف هدف يقول لك نروح للمونديال. اذا هذه الاشاعه تاع استقاله تاعو نظن الناس اللي تحب تصطاد في المياه الحكيره هذه اولا ونظن باللي لا بروميير كونفرنس دو بريس النهار كي يجي البروميير ستاج تاعو للجزائر ولا يكون معسكر داخلي خارجي راح يرجع النازم ويرجع للناس اللي هضرت باسمه نظن حتى هو نعرفوا عليه هذه كما قال كي لا تيت سو لي زيبول بالماضي يفا ريبوند جو بونس راه عنده يتابع اذا راح يقول انا متاكد يقول باللي هو كان تخوفه على كما يقول لك المنتخب على لي غارونتي اللي لازم يكونوا عنده باش يبقى يعمل في نفس الظروف لان الحب الاتحاديه السابقه بالاسد جستي عطات له ماشي البطاقه البيضاء البطاقه شفاف معناتها كان هو كما القائد ويعمل كل شيء حتى المحيط ديالو هو يختارهم. الان انا نقول لك في المحيط كذاك الان الناس بدات تتاول على ابعاد مثلا امين لابدي مثلا الان راي اشاعات نظن بالماضي لو يقرر محافظة على أمين لابدي أمين لابدي يواصل. لماذا؟ لأنه من ضمانات استقرار واستمرار العمل اللي قام به. إذن الآن الناس رأيت أول بإقصاء ناس على ناس نظن موش سي لو ديبا سي لو ديبا نعم إغامني à la présence ou pas d'Amin Labdi en équipe nationale, on est mal barré. Moi je dis une chose, oui. celui qui doit y être, ce que Wesh Gultenta, oui, Belmadi choisit les gens avec lesquels il travaille. Qui s'appelle Qadour, qui s'appelle Issa, peu importe. Là, 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 باش نوقفوا نوقفوا هذو الحملات لان الان الان اسمح لي اسمح لي لان احنا رانا داخلين في تصفيات ووقت حساس وتكلم رئيس الاتحاد باللي لازم الاستقرار لو كالم. الان بداوا الناس احنا رانا في بلاطو ولازم نوروا الجمهور الجماهير الرياضيه باللي هذه التاويلات الناس اللي حتضرب المحيط الان بالماضي ما يقدروش يدناو عليه. والفصل كي بداوا يتشوفوا في المحيط الان يبون بيرتربي لو ترافاي لهذا انا كفني كتقني انا نقول الناس لازم تتوقف على الهجمات هذه لان ما تخدمش كره قدم الجزائر وما تخدمش المنتخب الجزائري وما تخدمش رئيس اتحاد جديد اللي ربما عنده رؤيه. الفصل يبقى في نهايه المطاف لرئيس الاتحاد والمدرب ورئيس الاتحاد عمار الشرف الدين. انا في حوار معه طرحت عليه السؤال هذا بالنسبه لطاقم جمال بن ماضي وقال ما فيش اشكال الطاقم اللي يحبه انه اللي يشتغل معه لا اعتقد بانه راح يكون هناك تغيير بالنسبه لهذا الطاقم. السيد حاب نزيد له توضيح في هذا الناس ما لازمش تنسى لما يكون طاقم عنده اتصال مع الرئيس ديالو حتى المدرب الوطني كان يحتاج بعض العباد اللي عندهم اتصال مباشر مع الرئيس تاع هذاك الوقت. اما اليوم دي رئيس جديد راح يكون عنده دي زون دو كونفيونس تاعو واللي لازم يلحق له الاخبار بسرعه والتنفيذ تاع المطالب ديالو يجهزها له بسرعه راح يختار عباد حتى بالماضي هو يفهم هذه المسائل باش هو يختار له العباد اللي يكون عندهم لو كونتاكت ديريكت معاه هو اللي قرر في هذا. وقال الرساله تاعي ما فهمتنيش مليح. الان المنتخب الجزائري راه داخل استحقاقات التغييرات في 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 المحيط المنتخب ما تخدموش هذا اللي يعني يقولها لكن تغييرات في مناصب اخرى اللي عندها علاقه بالتسيير الاداري نعم ممكن القيام بها حاليا ماش تاثر على المنتخب لكن الاستحقاقات القادمه فنيا انا نظر كمدرب فنيا راح تاثر لان كاين شوف كان سنين
تاع تفاهم، انت تعمل معايا وانا نعمل معك، دي فوا كيما يقول لك بال بالاشاره نتفاهم، لهذا ما لازمش نضيعوا الوقت. يعني ما تحقش قضيه اشخاص، باسكو من المستحيل انا نظن ولهنا ونشاطروا وين دوكا بكاع هاد ليكسبيريونس كاع لا ريوسيت يولي يبدل في العباد شهر قبل اسمه. الامر الوحيد هو انا جوبونس بالماضي التصرف تاعو يعني كيما يقول لك التخوف وهذيك كيفاش يغلق الفريق الوطني جاي اوسي دو ليكسبيريونس كي لايون طونك جوار. ما ننساش باللي بالماضي لما كان لاعب كانوا ربما يجوا ناس في الليل يتصوروا معاهم في الاوتيل، كان من هب ودب يدخل. نو من يقول لك اليوم اليوم شوف معمر اون ا فيو باللي ديجا من لاكان سيتي ميتال كي يروح للدوحة يغلق كلش وين مام هو ما يدخلش للبيتو على ركيز كنا 5 مينوت سا. أنا شبنس هذا هو الشيء الأساسي اللي بالماضي اليوم يحوس يتحفظ عليه، وموش حايب واحد يجيه من البرة إكس ولا إجراك المدرب على كل جمال بالماضي يعرف كل شيء في هذه الأمور وعنده الورقة الكاملة على كل حال يعني البيضاء صح التعبير حتى يوصل ويختار الطاقم ويوصل مع هذا حتى نغلق هذا الملف والزيارة والخرجة الأولى اللي كانت إلى الدوحة. ما ننسوش نذكر كذلك بالنسبة للقاءات الأخرى اللي كانت مع رئيس الاتحاد المصري، ما قام به بالنسبة للاتحاد القطري والاتفاقيات اللي كانت وزاد عززها أكثر. إذن مباشرة بعد هذا عمارة شرف الدين عاد إلى الجزائر في نفس اليوم في السهرة أول اجتماع للمكتب الفيدرالي توزيع المهام. سيد مراد لحلو بالنسبة لهذه المهام إذا كان عندك كلام تقوله فقط، وإنما أنا أفضل أنه نركز يعني نروح مباشرة لبعض اللجان على لجنة التحكيم على المديرية الفنية الوطنية وما ننتظرهم. هو إحنا المهام يعني كان يعني إذا سمحت لي فقط لأنه حتى هنا في هذه النقطة قبل أول اجتماع المكتب الفيدرالي كان كلام كثير وراح تنفجر الأمور والأغلبية راح يستقيلوا. ماشي يستقيلوا ما كانت سهلة، كان بهلول من جهة وبن حمزة من جهة أخرى، كان ديجا هذا كان يعني الناس شارع بكري أول كلام، هذا كان من الاتفاق الأولاني باش نسحبوا من القوائم تاعهم، كان عندهم لي دو تيتر دو فيس بريزيدون باش يكونوا في القائمة هذه، وإحنا عايشين في الجزائر وإحنا كنا رؤساء وكل الرؤساء يفهموا باللي دائما حتى هذا المنصب تاع نائب الرئيس انا دي فوا كي لقى متجاره ونقول له ماكوش فاهمين ثقافه الجزائري والجزائر. الجيري تاخذ الراي غير للرئيس، ما تاخذش الراي لا في كلوب لا وروني كاش كلوب كاين فيس بريزيدون ينجم ياخذ قرار في بلاصه الرئيس، ما كاش كاع لي كلوب. وهذا التقسيم المهام كانوا منتظرين ما بين هذا لي دو فيس بريزيدون والتحكيم كان اللجان. عندك ما تقول بالنسبه للجنب اللجان من يعني الرجل تاع بشاري كان يعني الرجل تقريبا اللي كان عنده شو نقول لك حاجه تقريبا عنده اجماع حتى على مستوى عالي في الدوله انه رجل يعني مناسب يعني باش ما نخرجش من الاطار كان محبوب عند كاع الناس يعني حتى التواجد انه كانت اسماء اخرى كذلك مطروحه سيد حيمودي كان حيمودي بنوزه كاين بزاف يعني كانوا يعني وشي الناس كاع حابه تكون في هذا المنصب. انت تعرف احسن مني والظروف واللجنه هذه اللجنه هي كاين غير هذه اللجنه في الاتحاديه لا لا كان شوف دوك انا لا سامحني دوك تقول لي لجنه تاع المرافق يا دي انا نعرف اني عندي 20 سنه انا رئيسه عبك الاتحاديه من جامي جات الاميري ديالنا ما يجوش يجو غير من كاين الفريق الوطني لما تدير انت التطور تاع كره القدم تاع الهوات ما ينجموش يسيبوا لهم الحق ابسط حل ما ينجموش يسيبوا له ما نتكلم لك لا على الصطاد لا على لي فيستير ديالهم لا على التمويل لا على التنقيه تاع اللاعبين ديالهم لا على على المشكل تاع القانون الموجود اللي هو هاوي ولازم يخلص والقانون يديهم للحبس. انا نقول لك المواد واضحه في القانون هذا 15 فيفري 2015 بصح اللي جوار كاع يخلصوا وين راح يسيبوا لهم هذا اللي جن من راهم يدخلوا في واحد النافق ما كانش كاع الخرجه منه قد ما تحفر ما تخرج حتى نبقى في نقطه. اما يقعد التحكيم هو اللجنه الاساسيه وهي اللجنه اللي تعالج المستوى تاع كره القدم وتعالج العنف في الملاعب لان تقريبا هما مشاركين في هذه الاشياء كامله. بصح اليوم شوفوا اللي لجنه التحكيم هي ريدويت لا ديزينياسيون ناس كاع حيبا تحكم لجنه التحكيم باش ديزيني لا كاين لا فورماسيون كاين بزاف كاين هادوما اون بار جامي في البرنامج الجديد في مدير وفي مديريه ترقيه ان بي يومون اون فا بارلي دو لاربيتراج لا فورماسيون.
dans, il y a la compétition, on regarde les arbitres qui officient en Ligue 1 et en Ligue 2. Maintenant, il y a un travail qui se fait en matière de formation, de développement d'arbitrage, ça c'est tout à fait normal. Mais pour le reste, tout le monde se concentre sur les arbitres Ligue 1, Ligue 2. Quand tes arbitres ne sont pas désignés en Coupe du Monde... Non, c'est parce qu'il y a un intérêt important. Si on parle de la Ligue 1 et la Ligue 2... Rorbel fait partie. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Non, mais l'intérêt du football national, Kamel, lui-même... Il y a un travail qui se fait sur la télévision algérienne, c'est... Même les résultats, Ligue 1, Ligue 2, que ce soit en radio, n'importe, c'est la Ligue 1 et Ligue 2 qui... L'importance du football national, je pense qu'il y a un technicien à côté... La matière grise n'est pas en Ligue 1 et Ligue 2, elle est juste en bas. Le football amateur, c'est le vivier du football professionnel. Et ça, on est d'accord. Et la grande réclamation des présidents de clubs et leur présence, leur présence dans une assemblée générale, on a contesté pourquoi les clubs amateurs, je suis l'assemblée générale. Il y a l'intérêt de tout le monde, le hadith, le hadith, le tahkim, le hadith, le hadith, le hadith, le hadith, national d'arbitrage DTN هي اللي خلينا مسيافا ديال لي ديزيناسيون لي زاربيت نعرفوهم تاع ليك 1 ليك 2 ايتترا مي بو بريباري لا رولا باسكو لي زاربيت عباك عندهم ان ليميت داج بارابور يلحق لازم باش طلع انترناسيونال لازم 40 سنه دونك حنا هذا هادو لي زاربيت انترناسيونال اللي عندنا كي يخرجوا لا روتريت لازمنا لا روتريت لهذا لازم ديفلوبمون اون دو بريباري دي زاربيت سي عبد الله رحمي سي على كل نتمنى التوفيق ان شاء الله للسيد محمد بيشاري في هذا اللجنه فقط للتوضيح مع معمر جبور في هذه اللجنه يعني اللي راسها رئيس الاتحاديه وبعده السيد بيشاري هل هذا يعني بانه مستقبلا بعد تكييف القوانين أنه راح ينسحب من هذا اللجنة الرئيس لأنه القوانين الحالية لا تسمح للسيد بشاري باش يكون رئيس اللجنة كان لازم يكون منتخب جاوبت على السؤال وقالها البريزيدان دو لا فيدراسيون كانت افونس سون إليكسيون كانت بريزونتي سي ان مومبر دو بيرو فيدرال اكتويلمون لي ستاتو ان مومبر دو بيرو فيدرال كي اي بريزيدان دو لا سي اف ا اي إل ا دي اون فوا لي اماندمون مونسيور بشاري سورا انترونيزي مي جو في ريستي جوست سور ان بوين كونت اون ريغارد بشاري Il est médecin de formation. Il a été arbitre international. Kimagal Lahlou, il y a consensus autour de sa personne. Il est instructeur en plus. Il est instructeur. Moi, ce que je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a des noms. Haïmoudi fait partie des noms. Mais Haïmoudi, moi je suis... Haïmoudi, Ammar, je suis fait à ça. Nous, quand il y a un temps de Ramama Kadalika, à la décade d'Amakati, les Tahkim, les Jazaïri. Non, là, il y a un art de faire, il y a un Ramama, quand il y a un temps de Kadalika, Ramama, il y a un Asmo. Il y a des choix. On fait des choix. D'accord. Le voilà, Haïmoudi, en demi-finale de Coupe du Monde. Très bien. C'est très bien. Najib, Naam, salam alaikum. بالنسبه لحيمودي اللي ما عجبوش الحال على كل حال وعلق على هذا التحكيم مي اي لي ليبر حيمودي يعلق اي في سكي فو Il y a des choix qui doivent être faits. Il y a un choix qui s'est porté sur Bichari. Cela ne veut pas dire, et moi je retiendrai la première déclaration de Bichari, de Dalhalion. Cela ne veut pas dire que Haïmoudi est exclu. Salam alaikum, hal Haïmoudi Jamal, Jazairi, Amla. Haïmoudi, alors s'il se pose ce type de questions, il m'inquiète Haïmoudi. Moi sérieusement, vraiment je suis inquiet pour lui. Moi ce que je veux dire, il est algérien, ça on n'en doute pas. Il vit en France, il ne faut pas l'oublier. Il a une activité dans l'arbitrage, dans le district, hein, parce qu'il ne faut pas également croire, en France, et il s'occupe de ses affaires. Ça, très bien, c'est son affaire. Mais Haïmoudi, Haïmoudi, mesh maxi du travail. Madame Raïs, قال حكم دولي سابقين. Bichari, il a dit, tout le monde sera associé. C'est bien. Pourquoi Haïmoudi ne veut s'intéresser qu'à la désignation? Eh bien, Haïmoudi, c'est très bien si Haïmoudi va à la formation, parce qu'il peut apporter tout son... Tout le monde sera associé. Il y a la formation, il y a le développement, tout le monde va travailler. Mais du fait de vouloir être juste là, non ? C'est des choix qui doivent être... – Anna Chapro, le profil de Haïmoudi, il est un peu plus long à l'arabe. Dans le domaine de Tekwin, il va y avoir une plus grande. Surtout le Tekwin, le chouquem, je vais vous dire que vous avez suivi... على شبكة التواصل الاجتماعي كان كل يوم اثنين يقوم بتحليل لقطات للبطولة في الجولة الأولى والثانية ويشاركوا معه حكام شبان وكان تجاوب نظن هذا لو بروفيل تاعو ممتاز وممكن بشاري يستدعيه باش يحكم له التكوين بشاري كذلك يحسن اللغة الفرنسية ويتكلم الإنجليزية وزيادة على ذلك
في ما نذكرش سنوات يعني مضات 6 ولا 7 سنين كنت كان انا لقيته جاء عندي المحل عندي مع انستركتور جاوا يشرو عندي هذا يدل بان كان ديجا عنده مكانه مع الانستركسيون يعني التكوين في التحكيم في هذاك الوقت يعني انا نحكي لك 65 لو وكنت حاب نزيد يعني نتكلم في بشاري نقول لك بشاري ما نمدش الاسماء ولكن بشاري في حد ذاته لما كانت الجماعه تدير قوائم تاع انا نقول لك وانا كنت تكلمت معاه ونعرف واحد اخر تكلم معاه اللي كان عنده قائمه لان كاين قوائم اللي خرجوا للساحه وكاين قوائم اللي قعدوا خايفين من الله حتى الاخر من بعد تفهم من كلامكم بانكم مرتاحين على مستقبل التحكيم برأس الخير أنا نقول أحسن لا لا عنده مسؤولية كبيرة بالنظر لأنه كان فيها انتقادات كثيرة معمر في كل مرة تحكيم محل انتقادات ما كانش واحد اليوم تقول نيمبورت كيل نو اللي ما كانش فيها انتقادات فيها لازم سا سي نورمال كمان لله كما قال لك مي دون ميم تان بيشاري أغيف إل أغيف أفيك أن دوكيومون إل أغيف أفيك أون بوليتيك كي فو ميتر أن بلاس إل أغيف بور ترافايي سا فو با دير كيل أ سابيل با هاري بوتر إل سابيل بيشاري il sait il va pas changer d'un coup baguette magique non ça dit هذا بيشاري واش مليح سي كو الاغلبيه راضيه عليه فوالا لازم نديروش كيما كاين ما نذكروش من قبل كانوا غير اشطالة واحد شعلت النار شعلت النار في البلاد كامل حتى الحكام اليوم ينشطوا في الساحه كذلك ما تنساش باللي كان مكتس سلوكات دي كومبورتمون سنوات ما يقدرش بشاري في يوم يجي يغير امور نظن الحاجه الاولى انه لازم تكون العدل وكذلك الترقيه عند التحكيم لان في السنوات الماضيه شفنا الترقيه بعض الحكام اللي يقوموا اخطاء متتاليه ونعاودوا نشوفوهم نظن لو بشاري يحكم هذا يكون عادل واحسن الحكام هما اللي يكونوا اللي يحكموا والحكم اللي يغلط يقطع يتعاقب وما تكونش وساطه نظن بشاري راح يخرج لنا التحكيم من الوضعيه هذه الماساويه اللي راهي فيها او كارثيه ويخرجوا لبر الامل لكن بدون مسانده رئيس الاتحاد الكلي لسيد بشاري هنا راح تكون عنده القوه كي تكون عنده المسانده وما تكونش تدخلات من 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 المحيط ولهذا لان بشاري دار تشخيص ومازالوا في الساحه وكان في التلفزيون الجزائري كان يحلل نعم كان يوقف على اسمح لي الاربيتراج سي تري كومبلكس سي تامون تري كومبلكس ديجا لي زاربيت بيناتهم عمري ما شفتهم يتفاهموا غير نهار اللي يتلاقاو هذه سي لابري عمري يتفاهموش كاع غادي يفا في الماتش وتلقى اسيسو ميتفاهم ديريكت جيست نعم باختصار شديد كاين فاصل بور بشاري Il a le soutien du président, parce que le président, c'est lui le président de la commission. Mais justement, moi, je trouve que c'est une erreur. Il se met au devant. En plus, quand on est président de la fédération, on est président de toutes les commissions. D'office. Mais quel est-ce que tu as dit que tu as dit Ou l'autre Entre temps, championnat, il est راح يلعبوا او موا وي جورني راك تعطي بلي كان لونجو بزاف دركا بلي جومال لاربيت اللي يغلط سي لاربيت تاع البريزيدون يا صاحبي اليوم نعطيك يا دي زيماج دون ان جورنال سبيسياليزي دي فوتو خرجوا Mais l'arbitre, bon, ce qu'on voit sur les photos, c'est que là, c'était pas en faveur du Serbe. Oui, ce que je veux dire, c'était pour... Chauffe, le problème, et là où il a raison, le problème ces dernières années, Zachi, d'où il vient? Il vient du Paradou. Donc, toute l'Algérie décortiquait les matchs du Paradou. Maintenant, toute l'Algérie va décortiquer les matchs du Serbe. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Sharaf Din, il est nouveau. Il n'est pas clubard comme nous. Il est nouveau. Il est nouveau. C'est-à-dire qu'il m'a dit le virus. L'avantage qu'avaient les autres présidents. Raouraoua ne venait d'aucun club. Kezal ne venait d'aucun club. Ah ouais, même ça. Si on savait que les deux, Larahmo Kezal, avaient un penchant pour l'USMA d'Alger. Mais il n'était pas, président de l'Alger. Un niqash mutawassil, sana'oudou fi al-juz al-akhir, l'achassou lil-boutoula, ba'da intihak marhalat al-dhahab, al-batal wifaq stif, wa intilak marhalat al-awda, hadha al-thulatha, ba'da al-fasl. We'll be right back.
الموضوع الثاني في عدد اليوم بطولة الرابطة المحترفة بعد انتهاء مرحلة الذهاب وتتويج وفاق سطيف بلقب هذه المرحلة. لكن قبل الحديث على هذا نعود عودة مختصرة بالنسبة للاتحادية وإشارة بالنسبة لبعض النقاط. سيد عبد النور حميسي تحدث كذلك عن ما هو منتظرك، تحدثنا عن التحكيم والسيد بيشاري بالنسبة للمديرية الفنية الوطنية اللي هي كل الأساس بالنسبة لكرة القدم. هل تنتظر بقاء السيد عامر الشفيق وبالصيغة اللي تحدث عليها الرئيس في برنامجه، كما نتحدث معك عمر أيضا ربما عن بعض المهام والمناصب الجديدة في تركيبة المكتب الفيدرالي، المديرية الفنية سي عبد الله؟ نقول لك شوف، تكلمنا مقبل باللي العنصر الأساسي في الاتحادية هو التحكيم والجانب الفني، وقوة اتحادية كذلك في الجانب الفني لازم تكون قوية. تكون عندنا اتحادية قوية كي تكون عندنا ديتيانا تاع الاربيتراج قوية، وبنفس الشيء بالنسبة ل لا ديريكسيون تكنيك ما تقتصرش على شخصين. هذا هو المشكل. عامر شافي كمدير فني والمساعد تاعو سيد بن عودة. المديرة الفنية لازم تكون عندها دي ديبارتمون دوائر، وكل دائرة مختصة ببعض المجالات اللي خاصة لتطوير كرة القدم المحلية. احنا ما زلنا الآن نعتمدوا على اللاعبين المحترفين تاعنا اللي ينشطوا في أوروبا. الآن لازم احنا نكونوا أجيال اللي تقدر تمول الفرق الوطنية. لحد الآن كذلك نوعية التكوين، أنا الآن نشوفوا باللي ربما اتفاقية الكاف الأخيرة لا كونفونسيون كاف تسينيات راح نعودوا للتكوين. من يكون من؟ ها هو الاشكال. انت دير مكون، انا سيليكتور اللي ربما جامي يهبط للميدان اوكي، وربما عنده تكوين اكاديمي وجامي يدرب فريق، هل عنده الكفاءه اللازمه باش يكون لك مدرب اللي راح يعمل في الميدان؟ اذا كان بعض المعايير وبعض المعطيات اللي لازم المديريه الفنيه تصححها مستقبلا. ماهوش واش عملوه كله سيء، لكن ممكن يعملوا احسن. لكن عندما تكون مديره فنيه قويه وبعناصر، المديره الفنيه ما تقتصر على تكوين المحضر البدنيين او تحضير كذلك ما نساوش باللي في العهده الماضيه ان قانونيا عندك بعد شهر من يكون عندك مكتب فيدرالي لازم يكون عندك الكوليج تكنيك. هذا الكوليج تكنيك وشنو؟ واش الدور تاعو؟ هو يقوم هو الاستشاره الفنيه، هو اللي يختار المدرب الفني، المدرب الوطنيين، هو اللي يختار اللي يعطي الاقتراحات للمكتب الاداري الفيدرالي السابق عليها، وليس العكس، وليس الاداري هو اللي يقترح الفني. نعم. على اكيد انه راح تكون متابعه. نعاود نرجع ان شاء الله للمديريه الفنيه هذا مع مرور الوقت. مع عمر تتحدثي على من ضمن المهام الجديده في المكتب الفيدرالي، ايضا قلت لي بانه فيه منصب الذي احدث، ربما تحدث على مستشار الرئيس، شيء اللي ما كانش موجود. سي بروميير فوا، لا بروميير فوا كو كوم دون ان بيرو فيدرال ان ممبر دو بيرو فيدرال اي لي ممبر دو بيرو فيدرال بريزيدون دو كوميسيون مي ان ميم تان conseiller du président, une manière de rapprocher peut-être également Mouldi Issaoui, qui n'oublions pas qu'un Raïs Fédéralia, ou Azir Chabab Brigada, ou Raïs Al-Majlis Al-Shabab. Donc, il l'a rapproché de lui en lui donnant la commission de réforme juridique. Maintenant, pour Ben Hamza et Behloul, on avait parlé ici, c'était clair. Behloul garde là où il était la fonction qu'il était. Ben Hamza hérite également d'une commission importante, professionnalisme. Donc il y a toute une réflexion, parce que quand on dit Ben Hamza, ce n'est pas lui Ben Hamza, hein, c'est tout un groupe qui va travailler là-dessus. Rotti prend la Coupe d'Algérie. Bon, il était, je pense qu'il n'était pas très content, mais c'est bien de prendre la Coupe d'Algérie quand la compétition reviendra. J'étais content pour également Oukil, Oukali, les finances, c'est une commission importante. Il y a le jeune de Schleff également qui intègre le bureau fédéral pour la première fois. Donc il y a une répartition, il y a des commissions amateurs. Il y a l'intégrité. L'intégrité, il s'occupe de l'intégrité. Mais il y a eu des commissions, il y a une répartition. Maintenant, au président de commission, eh bien de commencer le travail et de montrer ce dont ils sont capables. نعم ندخل الان الموضوع الثاني وهو البطوله المحترفه التي انتهت مرحلتها الاولى مرحله الذهاب.
بعد إجراء اللقاءات المتأخرة اللي كان عددها 18 مقابلة متأخرة، بإجراء آخر مقابلة، مقابلة شبيبة سكيكدا وفاق ستيف، واللي عرفت فوز الوفاق، والفوز هذا معناه إنهاء مرحلة الذهاب بطل بفارق 6 نقاط للوفاق. تقرير بداية كحوصلة لهذه المرحلة، المرحلة الأولى، مع نجيب حريتي ثم نعود للنقاش. أسدل الستار على مباريات الذهاب من المحترف الأول. نصف موسمين كان دربه طويل وشاق على معظم الأندية، خاصة في ظل المشاكل المالية التي لا تزال تعصف بالفرق الوطنية المحترفة. نصف موسمين عرف فيه الوفاق الصيفي كيف ينصب نفسه بطلا عن جدارة واستحقاق، ب13 انتصارا، 6 منها كانت خارج أسوار 8 ماي، في حين تعرض النسر الأسود لثلاثة تعادلات وثلاث انهزامات، واحدة منها داخل الديار. الوفاق لم يكتفي عند هذا الحد، وكان فريق رعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أشبال الكوكي شكلوا أحسن خط هجومي وأحسن خط دفاعي. الوصيف شبيبة الصورة، وبتشكيلة شابة صنعت الحدث في مرحلة الذهاب، كانت منافس صعب المنال. شبيبة القبائل، وبعد التألق قريا خطفت المركز الثالث لتبقى تراقب السباق عن قرب. بطل الموسم الماضي شباب بالوزداد احتل المركز الرابع، بينما ثمن أبناء الحمر مجهوداتهم بمركز خامس. أولمبي المدية صنع الحدث بانتصاراته الرائعة ليتموقع أبناء التطري في المركز السادس. اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر بالإضافة لجمعية عين مليلة تقاسم نفس المرتبة بنفس الرصيد من النقاط، بينما عاد شباب قسنطينة بقوة رغم بدايته المتذبذبة هذا الموسم، في حين كانت شبيبة سكيكدا وأهل البرج الخاسر الأكبر في هذه المرحلة واحتلت مراتب الأندية المعنية بالسقوط. مرحلة كانت وفية لعادات المواسم الماضية، باستقالات المدربين الكثيرة وتخبط الأندية في مشاكلها المالية. مرحلة كتب عنوانها بالبند الأسود العريض: الوفاق بطل شتوي عن جدارة واستحقاق. الوفاق بطل مرحلة الذهاب بفارق 6 نقاط. تقرير نجيب حريثي اللي طرق لكل الجوانب، أنت التقني، أنت المدرب السيد عبد النور حميسي، وفاق ستيف الرياضة، شبيبة الصورة في المرتبة الثانية، شبيبة القبائل العائدة، البطل أنهاها شباب الوزداد في المرتبة الرابعة ب33 نقطة. ما قراءتك ربما الإيجابيات والسلبيات لهذه المرحلة؟ أنا نظن باللي وفاق ستيف بتشبيبه لتقريبا تشكيلة، وعطى فرصة للشبان، خاصة في الوضعية المادية اللي عيشها الوفاق. نظن شغل كان تحصيل حاصل، شفنا باللي لا كونفيون، هذه الثقة اللي عطاوها للشبان عادت بالفائدة على الفريق مقارنة بالسنوات الماضية، وين الوفاق كان دائما ينتدب ويدفع أموال كبيرة في استقدام اللاعبين. هذا الآن غيروا سياسة تاعهم وأعطت نتيجة انهم راهم في المرتبه الاولى وشاركوا في منافسه قاريه، ونشوفنا كيفاش كان اقصائهم في نقول لك في الدقيقه الاخيره في الوقت بدل الضائع في مباراه ثانيه لمباراه انيمبا مع اورلاندو بيرات. نظن الوفاق خاصه المردود والاداء تاع لاعبين، انا فاجئني المستوى تاع الشبان هادو، وكذلك عامل ممتاز يقوم به نبيل كوكي والطاقم الفني المرافق له. ونظن باللي تشوف استقرار، تشوف ثبات، تشوف طريقه لعب، تشوف طريقه لعب، اسلوب لعب ثابت في كل منافسه. وكذلك الوفاق نظن من النوادي اللي يسافر جيدا ويتحصل على نقاط خارج ميدانه، ربما تعثر مره او مرتين في ميدانه. قوته كانت خارج ميدانه، خارج ميدانه وتحصل على دير كارتون بلان كما يقولوا. شبيبة الثورة نفس الشيء، انطلاقة متعثرة، لكن غير مزيان أسس فريق ممتاز، الفضل يعود ليه في بداية الموسم والتشكيلة، رغم أن وجود طاقم الفني اللي كان معه استثمر وكمل في الاستمرارية. لازمش نكون حاجة، نعطوا كل واحد نعطوا له حقه. نظل إيغيل قام بعمل ممتاز في نادي شبيبة الثورة، وطاقم الفني تشليط ومرسلي واصلوا العمل تاعو، وكذلك راهم كذلك هما طلعوا 6 لاعبين من الأمل تاع العام الماضي. هذه سياسة زرواطي في نادي شبيبة الثورة، وين يعطي فرصة للشبان. نظن هادو الفريقين اللي عندهم تشبيب. بالنسبة للفريقين الآخرين هما شباب الوزداد شبيبة القبائل النامه، مشاكلها الاداريه وكذا، نظن تلعب على جبهتين سي ان بو ديفيسيل، خاصه في وضعيه ما بعد كوفيد.
10 شهور انت بدون منافسه وتعود مباشره باش تلعب على جبهتين شي صح. كي كنا في لا سيتوياسيون نورمال في الوضعيات العاديه كنا نلقاو اشكاليه باش نلعبوا على ثلاث جبهات، وزيد كثافه المقابلات اثرت نوعا ما على لاعبي شباب الوزداد وشبيبه القبائل، لانه في بعض المباريات الحساسه كانوا يضيعوا لاعبين دي جوار كلي. وهذا قلت سابقا ان نوعيه الاصابات اللي كنا ربما اصابه ننتظر منها دي جور ولا 15 يوم الان ولات الطول، لهذا نظن المؤهلين الحركيين اللي كيني والاطباء نظن هذا الموسم لو في نهايه الموسم نشوفوا البيلون تاعهم نقولوا بلي التدخلات تاعهم من ناحيه الاصابات كان كبير مقارنه بالسنوات الماضيه. مفاجاه هذه المرحله مرحله الذهاب، انا نظن الاتحاد الجزائر بالمباراه المتاخره ضد شباب الوزداد وشفت المباراه ومن ناحيه التكتيكيه زغدود واش راه يقدم للفريق، وحتى تشوف روح المجموعه تبدل الاتحاد الجزائري تبدل بوجود زغدود، نظن ربما راح يعود في 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 في, في المنافسه، لكن السقوط نظن راح يكون تكون صعوبه ستكون منافسه حتى الجوله الاخيره، لان الصعود ماهوش راح ماهوش يحسن في الجولات الاولى راح يحسن في الجولات الاخيره. نعم سيد مراد لحلو نقطه في هذا بالنسبه لنا شاطروا لنا في النزول يعني شاطروا لان كاين تقريبا 8 اللي راهم معنيين بالسقوط يعني من جمعيه تشلف يعني 8 الاواخر هادو، رغم ان نقولوا احنا البرج تقريبا نهايه الموسم تاعها 5 نقاط فقط في 19 مقابله راح تصعب عليها. واما في يعني الاتحاد اللي نتكلم عليها هي جياسكا خاصه شبيبه القبائل اللي رجعت يعني بقوه رغم المشاكل اللي كانت موجوده، وخاصه درك لان سحب الثقه من الرئيس واصبح يعني هذا قصدي اللي كان هو المشاكل الاداريه كبيره على مستوى شبيبه القبائل. حاجه بركه بالنسبه للبرج، لان ذكرت البرج وانا كانت عندي كنت حاب ندخل ذهاب بن حمادي من الفريق هو اللي خرجهم في هذه الوضعيه، هكذا باش الناس اللي كانت بين قوسين يقولوا كانت تخلط للشخص اللي كان يقدم امواله وصاهر على فريقه، الان يعرفوا قيمه ذهاب مستثمر صناعي اللي كان يمول الفريق ديالو. الان بعد سقوط الفريق راح تفهم. بصح ماشي غير هو. لا نضلك على البرج لان عندي مقربين، عندي زملاء، عندي اصدقاء في هذا الفريق، الان حسوا قيمه الشخص مستثمر صناعي. والان بعض الناس راهي تطلب بذهاب شركات، يا ناس خافوا ربي. بالعكس هذا اللي كنت حاب نقول لك، نتحدث ربما على هذا بالنسبه للجانب التمويل، البعض يطالب بشركات والبعض الاخر يطالب بذهاب الشركات. هو شوف نماذج مولد الجزائر اليوم راهم يحتجوا على سوناطرات، وبعض فرق راهم قريب يقعدوا على جنو يعني لما نهضروا على سرار خروج سرار عند وزير الطاقه. احنا راح نتحدث عن النقاط، سمحت لي فقط يعني بالنسبه للملاحظات، وعلى مستوى اسفل الترتيب تحدثوا على اهلي برج بوراريج، مع الاسف الشديد فريق اتحاد بالعباس هذا الفريق اللي المفروض مدرسه، هذه المدينه مدينه كره القدم، هذه المدينه التي يعني خرجت اسماء لاعبين دوليين. نعم لاعبين دوليين راهم يصنعوا افراح انديه اخرى، موجودين في فريق شباب بالوزداد عدد كبير في فريق اتحاد الجزائر. هذا الفريق اتحاد بالعباس اللي يوجد نفسه بعد انتهاء مرحلة الذهاب مرتبة 18 15 نقطة، معني بالسقوط لحد استقالة جماعية استقالة الرئيس. الناس راهم حقروا بلاباس. لا قصدي بلاباس ماني مسؤول، هما مسؤولين على الحالة اللي راهم فيها بالعباس. جو سوي ديزولي سي لا موفيز جيستيون دو كلوب كي اوميني ا سيت سيتوياسيون، اي سي بلاباس دو ديسوند اي بيان ديسوندرا سي سا الفوتبول. مي بيان سور ان سيغتي مومون بالعباس كان عنده حسناوي يسير يمولهم، الي تي ريفوني الله يرحمه قبل ما يموت دو 3 ans avant كي داو لا كوب اي نو با سو غاردي، مي سا سي لو بروبليم. اي زون ديبونسي لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول لو ابريتي دو لارجون. Ils ont pris un engagement de rembourser. Ils devaient aller en coupe arabe, à la Marahouche. Parce qu'après, le président était aux abonnés absents, il n'a pas remboursé l'argent. On va dire non, la fédération. En plus, il a menti par la suite. Donc, c'est pour dire, c'est la mauvaise gestion. Si le club mérite de descendre, il descend. Et quel que soit le club, il n'y a pas de club qui est sur un piédestal. كاع الفرق كيف معناها تعرف تسير ما تعرفش تسير ربي يسهل. ترجع ما كاينش خساره، سي لا لوا دو سبور، يا با خساره. باش نناقش في هذا مع عيسى، هي لي سيبورتور، حنا غير دونا لي سيبورتور ماشي حنا الجماهير. وين كاين مشاكل اداريه
وين تلقى مشاكل اداريه الفريق هذاك يسقط. نحن نبرون سكيكدا. سكيكدا سي اون زون اندستريال بور تري بيان. سكيكدا كومبيان داني قعدوا باش يطلعوا لا ليغا؟ كومبيان داني 30 ans je pense. ما طلعوش نهار اللي يطلعوا ايزون مي تو لي موين باش يطلعوا. كي طلعوا يا بلو ريان ابري يا ميم با ريسبونسابل يا ميم با ريسبونسابل. Heureusement que pour Skikda, heureusement que les déplacements sont assurés par l'entreprise du port, qui elle, elle paye l'hôtel et le déplacement. Mais sinon, il ne jouerait même pas en Ligue 1. C'est pour dire, je me demande pourquoi, des fois, si je n'ai pas les moyens. Il est même dit, il me 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 dit, ça sert à quoi? C'est des clubs qu'on voit en National 2 qui n'arrivent pas à assurer les salaires des joueurs, qui n'arrivent pas à assurer. La journée d'hier, l'entraînement, le matériel et tout ça, ils veulent accéder. بعد ديكي زاكسيد سي ليتا كي لو دون ريال. ولكن هذه السيد مراد الحلو يعني اذا ما تحدثنا على الاحتراف وتحدثوا على دفتر الشروط، الاحتراف اللي بدا من 2010 ما زلنا نتحدث يعني الى متى وقتاش نوصل لهذه النقطه اللي ماهوش قادر بصح هذا لازم اليوم الرئيس الجديد تاع الاتحاديه وزير الشبيبه والرياضه يفون فير ان اولا تات استوار. قال يا جماعه هاد نعطيك حاجه غريبه غريبه وصارت في الجمعيه العامه الاخيره. الناس كان في الدار كان محترف عنده 4 سنين نلحقوا للجمعيه يقول لك نو هادو كاع فرق محترفه. كيفاش هذا؟ مازال ما فهمتش. هنا سي لو مينيست لا جينيسي دي سبور كي دو ميت ان اولا. باسكو كان مومون دوني سي با دون اون ايميسيون كوم سا كون فا ريغلي لو بروبليم. بيان سور. احنا نظن في ظن نظن هنا اليوم Premièrement, on est parti au professionnalisme trop rapidement en 2010. C'est une décision politique. Ce n'est pas possible de partir parce que économiquement, ce n'est pas possible d'aller sur 32 clubs. Il y a toujours des locomotives qui vont tirer. Il y a 3, 4 clubs, 5 clubs, je pense déjà. Non, ce ne sera pas possible. À un moment donné, il faudra faire machine arrière ou trouver une autre manière. C'est la solution. Sinon, c'est la solution. Parce que Ammar, il y a ça. Dire marche arrière. ودير دفتر الشروط ماشي كيما كيما يديروا دوكا ما يتسامحني يقول جو بون طون كلوب طون كلوب لو ناد باسكو اجوردي جو بو بروند دوتر كلوب فوتبول ناسيونال فوتبول شامبيونا ناسيونال سيت اون ماشين à dépenser de l'argent. Oui, il n'y a rien. Mais rien ne rentre. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas de. Économiquement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Non, non, il n'y a pas de réflexion. Non, non, non. Mais en Algérie, en Algérie, c'est clair que c'est la vérité. Non, il y a vraiment la vérité. Ceux qui ont la réflexion, je me rappelle, je reviens en arrière, avant le média. Non, attends, attends, parce que ça, c'est une histoire. Non, non, ça, c'est une histoire. جاو كيما قال لك بوليتيك قال لك كاين ولو محترفين لما تاخذ اون ديسيزيون بوليتيك لازم تجيب لي زوتي معاها. واش معناتها لي زوتي معاهم؟ لازم انت اللي راح تصنع الاقتصاد الرياضي. انت الاقتصاد الرياضي هذا الى يومنا هذا مازال ما سمعتش في 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 تلفزيون ولا في جريده واحد اعطاني مشروع نفذوا في الميدان. انا نحكي لك حاجه، لما كنت يوم من الايام رئيس واحد تاع الرابطه كنا راح نترشحوا من بين الاشياء تاع كيما نقولوا احنا السلوغون ديالك قال لك احنا نهتموا باش الفرق هادو يلقاو التمويل ديالهم. التمويل هذا ما راحش يجي من انسان، لازم له ناس ذو مستوى عالي جدا ولازم تصرف عليهم اموال كثيره ولازم دي بورو دوتود اللي عندهم. نو سي لالجيري سي ليكونومي الجيريان ما ينجمش واحد يديسيدي فيها وانت عبك باش على بارادو ناجح. علاش بارادو ناجح؟ سامحني سامحني نعطيو المثل سامحني. شوف بارادو بارادو ناجح اولا عنده حاجه يقول ان شاء الله من كلامي ما نغلطش. البارادو فريق عائلي البارادو نهضروا لي ديرنيير ترونسفير الاخراني تاع بوداود دي لوطر ومن بعد سيتي دي ترونسفير اوردينار. احنا في النهض العام الماضي حاولنا يعني نحولوا لاعبين يعني ندخلوا نفس العمليه. على بالك باللي كنت اضطريت للاستقاله. نعم مكاش باسكو انت حولت الله غالب جاوا شبان في النصريه وين لي كلوب كاع يتاكلوا عليهم من بالعيد طوكاي بوتمان مواكي خاسف سي دي جوار كو تو الموند كونفواتي. تقصد الاطار يعني تقصد الشعب الانصار الفريق اللي اثروا ما قبلوش. نعم حبيت نسقسيك فريق احنا شفنا الفريق في اورو. انا رحت خطره ديت حليش
شراها عليا باش ما يلعبوش. رحت عند بنفيكا قعدت معاه في الطابله كي كان نقاش طويل هكذا معاه، ولكن نجيك للمختصر. المختصر تاعو قال لي اللاعب هذا احنا راح نديه عليك نعطيه فريق واحد اخر يلعب فيه ومن بعد نص تمر فيه. حتى لا تضيع منا الفرصه، كنا نتحدث على فريق اتحاد بلعباس لان السيد عباس مرسلي هو معنا الرئيس المستقيل. السيد عباس مرسلي مرحبا بك، مساء الخير، رمضان كريم. السلام عليكم، صحة رمضانكم وأنت كذلك. كنا نتحدث على فريق اتحاد بالعباس، مع الأسف الشديد الوضعية اللي وصل لها، وحملنا المسؤولية للمسيرين سوء تسيير فريق اتحاد بالعباس، أنت المستقيل وكذلك المدرب بوعكاز، ما زال يشرف على تدريب فريق بوعكاز؟ أولا أول حاجة باش نفهم لها، سي بوعكاز كان أعلن الاستقالة تاعه لكن ما كانش اللي وقع له الاستقالة تاعه الذي يتفق معه أمور تاع الاستقالة. لهذا راح يكون حاضر في لقاء المولودية. من المفروض إذا كان كود تنقل. إذا فريق تنقل. إذا كان فريق تنقل. نعم. ما عملوش فحص البي سي آر، ما عملوش، ما لقاوش التكلفة المالية اللي باش يعملوا البي سي آر، هذه صح حقيقة. ممكن جدا ما يتنقلش السيد عباس مرسلي؟ لا، ما احنا قمنا بكل أعمال لحد الساعة باش ما يبقاش هذا قال علينا. اللهم علينا، احنا دينا الفريق دينا بالسيار باسكو عندنا اتفاقيه مع مخبر ودنا ريزيرفاسيون تاع الاوتيل بقات قضيه اموال تاع التنقل ومضى حتى ساعه ما كاينش اموال. صح التنقل حاجه ماشي كبيره بزاف، يعني الانصار ينجموا هذه كره قدم والوان تاع الفريق تاعهم، هذه شغل حاجه غير معقوله اتحاد بالعباس ما يتنقلش، يعني ولايه سيزا كبيره مثلها. نعم، وحتى المسؤولين اللي نعرفوهم احنا وكانوا زملاء في الايام اللي مضوا، يعني حتى القدماء قادرين يشاركوا. نعم، ولكن المشكل ولكن لازم يقصدوهم يروحوا لهم باش ما يلحقوش لهذه. نعم، شغل الو. نعم نعم، بس الناس في الصورة. أول حاجة منذ التعيين كمدير عام للشركة، أيوه، قد كلف بالأمور الإدارية وانتهى هو فقط. يعني ما عنديش علاقة بأمور تقنية أو المالية. الأمور الإدارية تمت في أحسن ظروف لحد الساعة، ما كان أي مشكل إداري. الآن الألقية على عاتق تاعي حتى الانتقالات أو تنقلات. تنقلات تاع الفريق يعني. تاع الفريق نعم، منذ 20 مباراة والفريق يعني، وأنا أتحمل تنقلات تاع الفريق. أنت اللي كنت تدفع كل شيء في هذا 20 مباراة؟ نعم، 20 مباراة، كاع مرحلة الذهاب بما في ذلك مرحلة لقاء الكأس. يعني كل هذا تحملته وحدي مع بعض محبي الفريق. أيوه. اللي ما عندهم حتى علاقة مع الفريق. نعم، أو سي الحلو يكلمك. نعم، بصح البلدية عندكم حق فيها وعندكم باش تعاونكم هذا البلدية. باش يكون باش نوضع نفس الصورة. القوانين واضحة، ممنوع تحويل أموال نادي الهاوي. هذا أول حاجة. لماذا حبيت تحول الأموال النادي الهاوي؟ هذا أول حاجة. لا، هذا إيه؟ أول حاجة تكلموا عليها. لأن كاين اختلالات في القوانين. كاين مادة 58 اللي تقول بلي النادي الرياضي الهاوي يقدر يشارك في راس مال تاع الشركة. نعم، إذا دخلنا في هذا الأمور ما راحش نخرج منها. سي عباس مرسي، فقط الآن الوضعية، أنا سمعت بأنه كان المفروض يكون لك لقاء مع السلطات المحلية، هل تم؟ نعم، هذا ما كنا ننتظر مع مدير الشباب والرياضة، ألا يكون لقاء لوضع حل لهذا المشكل. نعم، بصفتي رئيس نادي الهاوي. وهذا لم يتم لحد الساعة لم أتلقى أي دعوة. نعم، طيب هل ستتنقل مع الفريق إلى العاصمة؟ ما نظنش لحد الساعة ما نظنش. نعم، يعني من المفروض الفريق يتنقل مساء الاثنين، يعني مساء الاثنين بعد الفوضى بعد حس الفطور المفروض يتنقل إلى العاصمة. إذا تبقى الأمور غامضة والفريق مستقبل الفريق غامض جدا. نعم، لا، باش نكونوا واضحين سي عيسى. لا سوسيتي با لاكسيون الي سونسي دو جيري لو كلوب فينانسيرمون من لو دي جي سي سالاري. دونك سي امبوسيبل دو جيري الادمينستراسيون اون ميم طون جو سوي جو ديبون جو
مد الاموال الفريق. نعم هذه يعني ما كاش هذه. نعم هذه وضعيه فريق اتحاد بالعباس مع الاسف الشديد. شكرا لك سيد عباس مرسلي مع جد حل. ما بقناش الوقت الكثير على كل. بدايه مرحله الذهاب السيد مراد الحلو بدات مع المكتب الفيدرالي الجديد اجتماع رئيس الرابطه، وكان بدنا نتحدث كذلك على مستقبل الرابطه والرابطات الاخرى على كلها بعد تكييف القوانين. اجتماعات اللي تمت بالنسبه لرؤساء الانديه والتي اشتكت بالنسبه للعمال ويشتكي وقاع يعني لما تشوف مقرى عين مليله، النصريه، بالعباس، البرج، هادو قاع الفرق لو كان ما عندهمش امكانيات الماديه باش يسيروا امورهم اليوم. يفو ريفليشير نوفو فينانسمون دو فوتبول. سي سكو جو فولي دير. لاكتويل ني با بوسيبل. سي با بوسيبل، سي ان فيلا. هذا واش حبيت نقول. اليوم جو بونس كو بلاباس Le monsieur est directeur général, bon, il peut gérer administrativement, mais l'argent, il n'y a pas d'argent. Donc à partir de là, soit l'équipe est appelée à disparaître, tout simplement à descendre les paliers, soit l'équipe, ils vont trouver des financements. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de financement, donc il faut trouver d'autres sources, une autre manière de financer le football. La seule solution qu'on avait eue, les réflexions qu'on a eues les deux années des FETO, on a eu la réflexion, c'est que les clubs tels que Serpor, Sonatrach, ils diront un fonds où tout cet argent qui va pour 5 ou 6 clubs, ils diront dans un même panier qui sera partagé sur les, avec le qu'on a stage sur les 16 clubs. النقطة هذه المشكل المشاكل المالية للأندية تحدث عنها الرئيس السيد عمارة شرف الدين. نتابع. رؤساء الفرق في حقهم أنهم يطالبوا بمستحقات فرقهم، يعني من حقهم هذه اسمها الشيء اللي الوضع أنه لحد الآن أنه أموال البث التلفزيوني لم تضخ بعد إلى الرابطة والاتحاد. هذا المبدأ. الشيء الثاني اللي لازم الناس كل تعلموا كذلك أنه هذه شركات محترفة، شركات تجارية، المفروض أنها هي تمول نشاطها وتمول اسمها. معناها التمويل التلفزيوني أو حقوق البث التلفزيوني ماهيش فقط هي اللي بها يمشي فريق، هي تساهم. لكن الشيء الأكيد أنه إحنا راح نقوم في كل ما في وسعنا لي يعني على الأقل الحد من الآثار السلبية لهذا المشكل تاع الأموال اليوم في البطولة الوطنية ككل، مش برك المحترف، لأنها يعني كل الفرق تعاني من هذا وكل الأقسام. وإحنا من بين مشاريعنا ما هو إعادة النظر في تمويل كرة القدم في الجزائر، و أكيد راح نعود نرجع للموضوع هذا لأنه هذا موضوع مهم جدا. رؤساء الفرق في حقهم كما قلت لك أنهم يطالبوا بأموالهم، وراح أكيد راح نتعرض للموضوع بأكثر يعني أكثر دقة. الرئيس يقول بأن كل الفرق تعاني، يؤكد بما في ذلك فريق وفاق سطيف نزيم بالصول، وخرجت الرئيس مجلس الإدارة السيد عبد الحكيم سرار اللي قال أن نفكر في تجميد الفريق، وتحدث على وزير طاقة وأمور أخرى. هذا المسؤول اللي في البداية عندما يعني استلم المهام قال لا جئنا كمسؤولين لابد أن نجد حلول، جئنا بالحلول باش نمولوا الفريق، لكن الآن كلام آخر. يعني كلام آخر باسكو كما يقول لك ربما يتحدث بالواقع. لا يتحدث بلي ريزولتا تاع الفريق اليوم. الفريق راهو في بريمي، سي اون فورم دو بريسيون باسكو عندها 15 يوم ثاني قال باللي انا اخفقت ما قدرتش نجيب الاموال اللي حاب يجي يتفضل. تفدير باللي سي ان ديسكور كي ايفولي او فيرا ميزور تاع لا سيتياسيون. اليوم راني بريمي عندي ايكيب الدور، ندير ان كود بريسيون على الوالي، ندير ان كود بريسيون على بالك اسمه مؤسسه وطنيه. لكن المشكل يبقى يعني مطروح دو لا ميم فاسون بور لي كاع لي كلوب بروفيسيونيل. اسكو اليوم بروفيسيوناليزم ريم فورسيمون افيك دي مليار كيما قال لك لا ماس سالار؟ اسكو
تي اوبليجي دافوار اون ما سالاريير تاع زوج ملاير ولا ثلاث ملاير اللي ما راكش تدخلهم. هذا موضوع مهم وكبير يعني اليوم واش الاموال وين تروح؟ كي تشوف تروح عند لاعبين كي تشوف لو نيفو دي جوار ما سالاريير كبيره 2 مليار ايتو. انا تشوف شباب التساوره بسي جي لي مون تاع العام الاسبوار ولا كومبوزونت اللي عندهم دركا ما سالاريير وين وعندهم شركه وما كاش تبدير لان كانوا شنو حسن التسيير كي يكون عندك مسير في سير يعفي قضيه مداخل اسكو تو ايكيليب لي كونت تاعك ولا لا. اليوم الكره القدم سي ان سبيكتاكل كي فوندو كي تيليفيزي. هذا موضوع شائك على كل حال ويستحق كذلك احس وصلنا للختام عمر وصلنا للختام ديبلاسمون كان ماشي الولايه ما يديروش ديبلاسمون لونطون دي سيتي سرار الى ان ديسكور كي ا ايفولوي انتر نهار اللي لحق ودرك بيان ايفيدامون الى لي ريزولتا يبغي يسي دالي غرينيوتي مي دون مون طون لو بيي في ان كريز ايكونوميك يا با دارجون دونك وي فالي تروفي لارجون سي لو بروبليم سي كوم لو سيربون كي سبور لا كو. هذا استعلاكم هذا باختصار شديد ونختم سيد من النوادي الجزائريه اللي تلعب منافسه قاريه كل موسم كيفاش ما عنده شريك ريفا؟ من حقه هو كذا من لا 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 انا نهضر على الويفا هذه نقطه اخرى علاش؟ باش من بعد نهضروا لا كيستيون باش ما نخلطوش حنا اون بارلي دي ديفيكولتي دو كلوب فينونسي اون با دي كيل سون لي زيكيب كي دوف افوار او كي دوف با افوار جوست بور كو سميت ساك انا الويفا خلاص شوف كي تشوف الويفا نشوف لو كان عندنا الفريق الوطني اقل من 23 سنه دركا ينشط نقول لك كل جل لاعبين يكونوا من الوفاق. هذا هو الوفاق. اذا لماذا الوفاق ما تكونش عنده شريكه؟ باش يكون بالوفاق. انتهى الوقت. عندك بارادو عندك الثوره عندك لونتونت عندك لو سي ار بي اوجوردي افيك لي كاتيجوري جون بيسكي لي زون راني دو بو بارتو لي زون با فورمي لي دو بو بارتو دونك يجب ايجاد الصيغه اذا والحل وهذه كل الامور هذه اللي تنتظر انها تعالج بأي طريقة على كل الأموال التي تصرف. السيد مراد الحلو هذا موضوع مهم كذلك بالنسبة لماس سالاريال الفرق واش راهي هل راهي تدخل واش راهي تصرف. الموضوع هذا يستحق أننا نعالجه إن شاء الله في وقت ما هنا بالأستوديو هذا. بهذا الوقت على كل حال انتهى. أشكرك جزيل الشكر السيد مراد الحلو على هذا. شكرا لكم السيد عيسى ربما نختم الفرصة وإذا سمحت عندنا الحلو هنايا على بالنا بلي سي ان نوم ديليكسيون شاك فوا كاين إليكسيون يبان لا ليك بروفيسور دال تكون كونديدا ولا لا ما نكونش ما تكونش ان شاء الله ما تكونش. نعم سي عبد النور حميسي شكرا لك. شكرا لك سي دافاتك ان شاء الله كنوا افدنا الجماهير اللي تابع الحصه وموفقين ان شاء الله وكما نقول لك رمضان مبارك. نعم للجميع نجم بالصول معمر جبور شكرا نتلاقاو السمانة الجاية إن شاء الله. نقول للجميع صحة رمضانكم صحة صيامكم. الشكر دائما للمصورين طبعا اللي ينقلوا الصور بهذا البلاطو لكل الفريق بإعداد نجيب حريتي السكريبت مالك العجال والصوت سيف الدين بدر الدين وإخراج رزقي لوريس. نلقاكم الأسبوع القادم مشاهدي الأفاضل صحة صيامكم إلى اللقاء. الصح في ولادك يا جزائر واقفين وديما مستعدين بإخلاصهم بوفائهم والتزامهم على كتافهم رايحين نبنوا جزائر جديدة. منهم من فداك بالروح وبالدم وفيهم اللي عل علامك ما بين الأمم. الكلمة كلمة رجال والوعد ما يدوه جبال. كوندور عهد جديد.